بسم الله الرحمن الرحيم. قامت كتيبة جند الله التابعة للجيش السوري الحر باقتحام كتيبة 220 في منطقة سبينة وأسر عدد من العساكر وضابط. شو اسمك؟ وزير حمد. شو رتبتك؟ مساعد أول. قامت كتيبة جند الله باقتحام مقر كتيبة 220 خدمة واشتبكنا معها شو اسمك انت ولا؟ مجلد موسى عبد العزيز الكري. رقمك العسكري؟ 8674-866. اسمك البحدو؟ ايمن محمد رمو. رقم العسكري 8734-214. مجند احمد عامر سواحه. رقم العسكري 8827-456. فهد عزام محمد. رقم العسكري 8707. اسماعيل احمد بن جعفر. رقم العسكري 8739-191. موسى احمد علي. رقم العسكري 8665-820. عدنان عايش ضعيف. رقم العسكري 8692-982. حسن خليفه. رقم العسكري 8708-625. مين كان يامركم باطلاق النار؟ مساعد. لما بشوف شو يعني بأمركم هيك بطلاق النار على شو؟ على البشر؟ على الحجر؟ على شو؟ البشر. شو بيكون فيه بالشوارع هيك بأمركم بطلاق النار على الهواء ولا؟ يأمرنا انه لا اضرب المظاهرات والكتائب. مظاهرات السلمية الاطفال والى اخره. اطفال. قد ايه اليوم بالشهر؟ اليوم 27/7 17/7. ومين امركم باطلاق النار على لما اقتحمت الكتيبه؟ المساعد اول نزير حمال امرنا باطلاق النار الى المظاهرين المسلمين والى الكتائب والجيش الحر. وكانوا يقولوا لكم انها عصابات ارهابيه و عصابات ارهابيه ومسلحين. قديش صار لك ما نزلت انت يا بيت اهلك؟ صار لي 5 شهور ونص. وانت؟ 5 شهور. وانت؟ 7 شهور 4 شهور 6 شهور 5 شهور 5 7 شهور. طيب شو بتحبوا يعني هيك هلا بتقولوا لبشار الاسد لجماعته لعصابته؟ كس اخته واخو قحبة. الله يستقبل بيه. الله ينتقم منه. خرب البلد. الله ينتقم منه. الله ينتقم منه. الله ينتقم منه.